احد المحلات في بالفنطاس مسوي له محل، فالظاهر ماشي شغله، الله يرزقه ان شاء الله ويزيده. لكن هل انا اعتبر هالتقرير بلاغ الاخوان في البلديه؟ هل يجوز انه يستغل املاك الدوله ويخزن مواد انشائيه فيها؟ تقول لا ما يصير يا ابو احمد. اذا ما يصير شلون مخزن مواد انشائيه؟ عطني التقرير. ما زلنا بالفنطاس طالعه وهني شلون مستغلين املاك الدوله. هذه شركات مواد بناء طالع الساحات كلها مستخدمينها. بين بيوت سكنيه يحملون وينزلون سمنت، ينقلون من سيارة لسيارة. هذا هني مسوي له كيرب ابو احمد، مسوي مستودع هم بالبراحة. وهذا الهاف لوري هم مسوينا مستودع هم البراحة، لجبالها مسوينها مستودع يحملون وينزلون. وهذا الهابلوري واقف هني هم مستودع مخلينا. اسال كل مراقبين البلديه بالفنطاس وبالمهبوله وفي ابو حليفه، يعني هذا ما تشوفونه؟ ما تطالعون؟ ليش؟ ليش هالمخالفات؟ يعني انا الحين اروح ابطل لي محل واخذ لي 4 كيل وتحاجوني؟ اي والله ثاني يوم تشيلوني. تكفون بلديه تجاره. يعني لازم الناشد وزاره الداخليه تروح؟ ما يصير وزاره الداخليه، ما صارت وزاره الداخليه.